تعالى بقى على المايجرين. المايجرين او الهيدك ده عباره عن ايه؟ ها دايليتيشن البلاد فيزلز اللي موجوده في البرين والكلام ده. دايليتيشن وانفلاميشن للسيفاليك ارتري. السيمتومز الاعراض بتاعت صداع النصف ده طبعا ماسك نص صح كده؟ نص عشان كده نقول عليه صداع النصف نص اللي هو النص الشمال او نص اليمين. يقول لي بين اون وان سايد اوف الهيد في بالسيتنج تلاقي المريض بيحس بايه؟ بالنقص في بالسيتنج. اللايت ساوند سنسيتي مش قادر يفتح في الضوء حساس بالايه للصوت تمام. وجي اي تي ديستربنس يعني نوزيا فوميت. نوزيا فوميت دي الاعراض بتاعت الايه؟ المايجرين. المفروض يا جماعه عشان اجي المايجرين ادي حاجه تعمل ايه؟ كونستريكشن. انتوا خدتوا تقريبا في الفارما والميديسنال واحنا خدنا فايتو الايربوت اشهر واحد اللي هو الجوتامين. بس عشان اطلع الليجرانيل او النو مايجرين او اي مايجرين زد ومش عارف ايه لازم اقيس الضغط الاول عشان لو المريض عنده هايبر تنشن الحاجات دي بتعمل سترونج فازو كونستريكشن هتقلل الضغط الاول تمام. فاحنا لازم نقيس الضغط الاول. هنا هنعالج يا جماعه بالسيفر فيو. السيفر فيو اللي احنا بقى الحته اللي فاتت قلنا السيفر فيو زي جينجر وزي جارليك زي زينكو بايلوبا الاربع حاجات اللي احنا كتبنا جنبهم ما ينفعش تجيبهم مع الورد. السيفر فيو والزينكو والجينجر والجارليك الاربع حاجات دول بيزودوا السيوله ما ينفعش تاخدهم مع الوارفرين. انما عكسهم مين؟ الجينسنج. قلنا الجينسنج بيقلل السيوله بتاعت الدم بس ممكن يعمل الجينسنج بيقلل السيوله بتاعت الدم بس ممكن يعمل بليدنج افتر المينيبوز. ازاي بيقلل السيوله وبيعمل نزيف؟ مش عارف المينيبوز بس عشان هو ستيرويد بيعمل ستيرويد او هرمون الامبالانس بيلخبط ماشي. طيب فيفر فيو تنسيتيام بارسينيام. تنسيتيام الأورجينال ده أنا بقولها ومكتوب عشان تحفظها ولا أي. تنسيتيام بارسينيام الجرعة 250 ميلي جرام. طبعا الجرعات برضو أي حاجة في السيل إن إيه هتذكرها أسئلة كتير عليهم. ريفر فيو تنسيتيام بارسينيام دي برضو إن شاء الله نزلت في العام الواحد كمان مرة عشان العام. في عندي بارسينو لايت ده عبارة عن فيسكو تيربين. بارسينو لايت ده عبارة عن فيسكو تيربين الإرجو دي في العملي بس ما هتلاقيها موجوده في العمل. بس انت اختار تبقى فيه كده كده المايجرين مش هيجي لك لا كده نتيجه في العمل غير ان احنا اتفقنا كيس كبيره اللي فيها الناس ولا ولا مش هيجي لك حاجه تجيب لك دواء. لا انا راجع مع بعض عشان اللي مثلا سايب السبايرات يلا الفيلم ريفيو ده عباره عن سنستيتيان فارسينيان في فارسينولايت ده عباره عن فيسكو تربين ده بيعمل اسهل للاراكيوليك اسيد دي حاجه بتعالج المايجرين تمام اللي هو مسؤول عن تصنيع البروستاجلاندين واليوكوتراين تمام. هو شبه مين؟ شبه الازولين والكامازولين شبه الكامومايل. الكامومايل كانت بتعمل هيبشن لوكس والكوكس فتوقف تصنيع البروستاجلاندين واليوكوتراين فده شبهها. الفيبر فيو شبهها تمام. يعني تشتغل ايه؟ كنوع من انواع المسكنات علشان الايه المايجرين. ديكريز اهم حاجه ايه؟ ديكريز السموث ماسل سبيس انهبت بليتد اجريجيشن. ثانية واحدة علم على السطر الأخير انهبت هيستامين ريليز وسيروتونين سكريشن. عاوز السطر الثالث أول وثالث سطر ده الميكانيزم بتاعه بيقلل هيستامين ريليز والسيروتونين سكريشن عشان كده بيعالج المايجرين. بالإضافة اللي هو بيشتغل مسكن يبقى ذكر السطر الأولاني والثاني. السايد افكت هي قريبة من الديبل كلو. فاكرين ديبل كلو؟ كان في إريدويد اسمها الباجوسايد. إريدويد اسمها الباجوسايد ديبل كلو. والديبل كلو كان بيعالج روماتويد وكان بيعمل سايد افكت زي الايه؟ تانج سويلينج لوس اوف التيث بيعمل رينجنج للاير سترس الودن والكلام من دوت صح؟ وفي سويلينج للف ما علينا. تعالى كده لا هو الاسم اللي هنا السيروتونين والاثنين مع بعض الاثنين بس السيروتونين ده الاثنين لما قلل السيروتونين مش هتعالج المايجرين. تمام طبعا الميكانيزم بص احنا اتفقنا في حاجات عكس بعض. يعني بص على الصفحه الثالثه مش هتعالج هو كاتب لك مصر كله بتفاهم تمام. يعني بيعمل ايه؟ باص دايليتيشن بص اللي هو يزود الموضوع انت هتحفظ الصدر الاولاني والثاني ركز كده. السيروتونين يا جماعه بيعمل ايه في السيروتونين عشان كده بيعالج المايجرين تمام. بالاضافه هو بيشتغل مسكن بيوقف تصنيع اليوكوتراين والبروستاجلاندين خلاص. تعالى على السايد افكت تانج سويلنج بص بقى كده ازاي بيعمل انهبشن ركز معايا الهستامين وبيعمل تانج سويلنج. هي دي من ضمن الحاجات اللي هي ايه خلاص
سايد افكت فانجس ويلين. ركزت على كلمة أهم حاجة، علينا على كلمة بليدنج ديسوردر مثل ورد، حتى دي مهمة أوي، ده أهم سايد افكت. ودي قلناها أصلا حصة للجيل فيبر فيو مع الجينجر مع الشيكو ويروبا حاجات جاية مع الجارليك، الأربعة دول بيزودوا تحمل الأحساس دول مع الورد، ده سايد افكت زي المرة اللي فاتت. طيب تعالوا على الصف الأخير، سؤال امتحان. not use patient hyper sensitive للناس اللي عندها حساسية يا جماعة من المواد الفعالة بتاع الفاميلي كومبوز أو السرين، زي مين؟ زي الكاموميل، ما ده الفاميلي اسمها كومبوستر، فالعيلة بتاعت الفيفر فيو كومبوستر، اكتب كده جنب الفيفر فيو فاميلي كومبوستر، نفس العيلة بتاعت الكاموميل اللي اسمها كومبوستر أو السرين، الاثنين اسمها كومبوستر أو السرين، زي الكاموميل زي السرين. Right.